Bildiğiniz gibi kendisi geçen ay Antalya Diplomasi Forumu'na da katılmıştı. Orada da hem ikili konular üzerinde hem bölgesel konular üzerinde geniş bir müzakere etme imkanımız olmuştu. Bildiğiniz gibi Mısır ve Türkiye'nin işbirliği halklarımızın ve bölgemizin fevkalade yararınadır. Biz de iki ülke olarak bu anlayışla ilişkilerimizi daha da ileri taşıma iradesini ortaya koyduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın Şubat ayında Kahire'ye yaptıkları tarihi ziyaret sırasında bu yöndeki irademiz liderler düzeyinde ortaya konmuş oldu. Kahire'de yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyinin yeniden tesisine ilişkin ortak bildiri imzalanmıştı. Mısır Cumhurbaşkanı Sayın Sisi'nin konsey toplantısı vesilesiyle ülkemizi ziyaret etmesi gündemimizde. Bugün değerli kardeşim Sayın Bakan Şükrü ile yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyinin toplantısının hazırlıklarını da ele alma imkanımız oldu. İkili gündemimizdeki konuları ayrıntılı şekilde görüştük. Özellikle ticaret ve ekonomi işbirliğimizin en güçlü boyutlarından birini oluşturmakta. Mısır'daki yatırımlarımız halihazırda 3 milyar doları bulmuş durumda. Aramızdaki ticaret hacmi ise yaklaşık 8 milyar seviyesinde. ونتطلع لتقويتها خصوصا في الصعود الاقتصادية والتجارية. حجم التبادل التجاري حتى الآن 8 مليارات دولار بين كلا الدولتين، ونحن نملك إرادة لإيصال حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار، ونمتلك إمكانيات وطاقات تؤهلنا للوصول إلى هذا الحجم. العديد من المشاريع المشتركة أيضا تجمعنا في مجال الطاقة والنقل والمواصلات. السيدات السادة الإعلاميون الأعزاء، بالإضافة إلى علاقتنا الثنائية المشتركة، تم تناول أيضا العلاقات الدولية في مقدمتها قضية غزة. تناولنا مع السيد سامح شكري ردود الفعل وجميع الأمور المعلقة بقضية غزة، خصوصا في منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية. منذ بدء هذه الأزمة وحتى الآن نحن على تنسيق كامل مع جمهورية مصر العربية في هذا المجال، ووصولنا إلى هذه وحتى الوصول إلى هذه النقطة. ما هي الأمور التي نتطلع إليها سواء في إيصال المساعدات الإنسانية وحل الدولتين والوضع والمستجدات الأخيرة؟ كما تعلمون أن جمهورية مصر هي الأقرب من الناحية الجغرافية إلى غزة، لذلك نحن دائما نتعاون مع مصر من أجل إيصال المساعدات الإنسانية، خصوصا بأن غزة تجمعها مع مصر معبر رفح. في المساعدات الإنسانية نحن نقوم بإيصالها إلى رفح، ومن ثم تقوم السلطات المصرية بإيصالها. بهذه المناسبة أشكر جميع المسؤولين في مصر على هذا التعاون المشترك لإيصال هذه المساعدات. كان أيضا تناول لبعض العلاقات مع الدول الإفريقية سواء كانت ليبيا وأثيوبيا والسودان. نحن على اتفاق كامل من أجل وحدة الأراضي الليبية والسيادة الكاملة لها، وما هي نوعية المساعدات والاستشارات التي يجب أن نقوم بها من أجل ليبيا. أيضا في السودان هنالك حرب أهلية داخلية، ما هي الأمور التي
بإمكاننا القيام بها من أجل إيجاد حلول جذرية للسودان. كانت على طاولة هذا الاجتماع أيضا، والمشاورات بيننا مستمرة من أجل الصومال وأثيوبيا أيضا. فكما تعلمون نحن نتطلع للقضاء على جميع المشاكل التي لا تصب في وحدة الأراضي الصومالية. تم تبادل وجهات النظر في هذا المجال والوصول إلى حلول دبلوماسية قبل أن تتفاقم الأزمة. كما تعلمون ليست العلاقات الثنائية فقط التي تجمعنا مع جمهورية مصر العربية، ولكن هنالك العديد من القضايا الإقليمية والدولية أيضا، وبإمكان كلا الدولتين أن تتحركان من أجل التعاون لإيجاد حلول. كما أن كلا الدولتين أيضا هما دولتان شقيقتان في حوض البحر الأبيض المتوسط أيضا، وليس من أجل تقوية وتطوير العلاقات الثنائية بين كلا الدولتين وكلا الشعبين فقط، ولكن بإمكاننا التعاون أيضا من أجل جميع دول المنطقة.